انا خلصت. ايه من 5 لـ 6 بس. ايوه انا هخلص واروح. خليك بالك بقى عشان انت كده اللي مأخراني. يلا تاني، باي. أستاذة رانيا يوسف، أيوة يا فندم. معاكي أشرف سمير من مستشفى. مات؟ لا بس الحالة حرجة جدا، القلب توقف أكتر من مرة النهاردة، وأنت عارفة النهاردة اليوم العاشر. طالما الحالة وصلت لكده يبقى لازم تعملي حسابك، هو كده ممكن ما يكملش النهاردة. أنا هتابع مع حضرتك، بس حضرتك مش هينفع تيجي. ممكن توصلني معاكي يا هاني التأمين الصحي وانت نازل؟ أنا سايب العربية عند واحد صاحبي في المعرض من امبارح عشان يبيعها لي. اوكي يا هاني، ان العربية لسه جديدة. يلا معلش يا حبيبتي، الحمد لله. اهو هبيعها، واللي هيشتريها بقى هو يكمل قسطها، وانا اجيب لي حاجة كده على قدي كاش. مبقتش حامل قسط العربية والشقة. لا انا مش هقدر اجي النهارده. طب عمري والله كويس. ايه تعبانه كالعاده؟ لا بس خير. في ايه يا رانيا؟ حاجه حصلت ولا ايه؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ انت بس في ايه؟ هيموت النهارده يا ديدا، هيموت النهارده. مش فاهمه يعني ايه هيموت. لا مش فاهمه. طب اقفلي اقفلي وهكلمك تاني. اقفلي وهكلمك تاني. طيب حاضر حاضر، ان شاء الله نص ساعة واكون عند حضرتك، مسافة الطريق بس. يا ماما خلاص انا هنزل. ها ما تعمليش حسابي في الاكل، هفطر اي حاجة في الطريق. كابتن هاني صح؟ معلش يا فندم، اصل العربية بتاعتي في الصيانة، فلما حضرتك كلمتيني ما اقدرش اتأخر عنك طبعا، فاستلفت العربية دي من واحد صاحبي. مش مهم، بس اكيد يعني حسابنا مش هيكون زي العربية التانية. على فين يا فندم؟ مش عارفة لسه. اقصد يعني مش عارفة نبدأ منين بالظبط، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا قفلت الابليكيشن. ايوه يا فندم زي ما حضرتك قلتيلي. كويس،
انت هتبقى معايا النهارده طول النهار، وما تقلقش انا هدي لك اللي انت عايزه. لا مش قلقان والله، انا عارف ان حضرتك هتقدريني كويس، مع ان اول مره نتعامل بره الابلكيشن، بس انا برضو ليا نظره في الناس وعارف ان حضرتك هتقدريني كويس. طيب اتحرك وقف عند اول مكنه ATM قبلك. كابتن هاني، هو حضرتك تعرف مصاريف الجنازات بتتكلف كام؟ كله؟ ايوه كل حاجة. بصي هي زي الافراح كده، ممكن بقرش وممكن بألف، بس يعني خلي معاكي 10,000 جنيه، هي تبقى تقريبا في الرينج ده. تمام، شكرا جدا يا كابتن. أقدر أساعد حضرتك بأي حاجة؟ شكرا. معلش أنا أسفة على عصبيتي. لا ولا يهمك طبعا، الله يكون في عونك. هي كورونا؟ تعرفت إزاي؟ هو في حد بيموت اليومين دول اللي منها؟ واضح كده ان حضرتك لوحدك، فخليني اساعدك. وحضرتك عملتي تصريح الدم؟ لسه، اصلا مش هينفع دلوقتي يا فندم، عايزين نلحق عشان لو كده تدفني النهارده. اصله لسه ما ماتش. نعم، دي حكايه طويله هحكيها لك بعدين، هو ممكن حضرتك تساعدني؟ اصل صاحبتي الوحيده مش بترد، وانا عايزه انجز كل حاجه عشان الحق ادفنه بدالي حضرتك. لا معلش مش قادر. معلش انا عارف الظروف، بس لازم تاكلي حاجه. اسفه معلش اعذرني. طيب خلي دي معاكي. حاضر. معلش هو ممكن تشحني الموبايل؟ اكيد. انا قصدي مش بشحنه غير كل 3 ايام. عموما هو الموضوع 5 خطوات، تصريح الدفن والغسل وحجز العربيه وحجز القاعه والتربي. وبالنسبة للغسل مش عايزك تقلقي، انا عندي واحد بيعملها لوجه الله بما ان المتوفي راجل. اهم حاجة دلوقتي ان احنا نتحرك نروح على القاعة، وبعد كده نكلم التربي. معاكي رقمه؟ لا. طب عارفة مكانه؟ ايوه. يبقى نروح له بعد القاعة. هو انت مسلم؟ فاطمة انا عارف وانا مش مقصر، وانت عارفة ان من ساعة الكورونا والحال ما بقاش زي الاول. هو انا لقيت شغل تاني وما اشتغلتش؟ ما هو البلد كلها واقفة.
عارف ان عليا قسطين للشقه، بس هما مش قالوا ان هما هيأجلوا الاقساط عشان الكورونا. يعني طلع كلامه بس زي ما توقعت. طيب انا كده هضطر ابيع العربيه وهي لسه بتتقسط، وعمري ما هعرف اعوضها، هبقى اجيب حاجه اقل. طيب سلام سلام، انا هقفل دلوقتي. انا اسف، هو حضرتك واقفه من بدري؟ كان ليه سؤال عند حضرتك. اتفضل. هو ليه حضرتك اخترت الكنيسة البعيدة قوي دي؟ ده احنا بقالنا اكتر من ساعتين في الطريق، مشوار علقة الصراحة، مع ان جنب البيت عند حضرتك فيه كنايس كتيرة وما شاء الله كبيرة برضو. انا اسف يعني في السؤال. احنا اصلا من المنطقة دي يا كابتن هنا، وانا تربيت هنا لحد ما كان عندي 17 سنة، فدي الكنيسة اللي انا تربيت فيها، وكمان عملنا قداس ماما. لا وحدي الله كده. مجدي سيدك. هو احنا كده ماشيين صح؟ هو على الوصفة اللي حضرتك قلتها لي احنا كده تمام، بس لو حضرتك تبعتي لي اللوكيشن بس. لا للأسف مش هعرف. استاذة رانيا يوسف. ايوه يا فندم. احب ابلغك اننا شلنا الاجهزة والقفازين من على استاذ يوسف كورا. خلاص ملهاش لازمة. مستنيين حضرتك على ميعاد الزيارة تيجي تخلص الاجراءات، ولو في جديد قبل كده هبلغك. أنا أول مرة في حياتي أشوف مقابر بباب وجرس. حاضر يا ألف النهاردة بالعربية على كذا معرض، مش هروح النهاردة إن شاء الله لما أكون بايع العربية. بأمور يا بنتي. شكلها من بره، بس هي تقريبا كانت على الجنب ده. بس ثانيه واحده بالظبط، انا مش قادره افتكر. هي عم حبيبه، هي اللي هناك دي، اللي هناك دي. ايوه اللي قبل الاخيره باتنين دي. طب تعالي. لا هي، انا متاكده افتكرت. هي عم حبيبه. عم حبيبي انا كنت محتاجه مساعدتك. امور. انا رحت الكنيسه بتاعتنا قالوا لي ان مفيش قداسات من ساعه كورونا، وانا عايزه اعمل القداس باي شكل، انا مش هسيبه يدفن كده. وانا هعمله لك. ازاي؟ بص هناك كده، شايفه الكنيسه اللي على اول الدير؟ هي دي كنيسه؟ هي صحيح صغيره بس هتقضي المطلوب. انتوا كام واحد اللي جايين؟ يعني من 9 ل 11 فرد. ماشي، ده اذا جم اصلا. انت عارفه هيخافوا من العدوى. كده يبقى فاضل حاجه واحده. لا كده يبقى فاضل حاجه، اول حاجه العربيه، ثانيا بقى تجهيزه الا لو كانت كورونا. لا كده انت بقى هتجيبيه على هنا على طول. انتوا هتيجوا الساعه كام النهارده؟ لا احنا مش هنيجي النهارده، احنا هنيجي بكره. بكره؟ المهم انت طلعت تصريح الدفن عشان تلحقي تعملي شهاده الوفاه.
لسه. عموما في وقت، بس حاولي تخلصي النهارده علشان بكره ممكن ما تلحقيش. ما هو مش هينفع. وايه اللي مش هينفعه؟ اصله لسه ما ماتش. خير خير ان شاء الله. اصعب حاجه الانتظار. اكيد معاكي حق. بقول لك ايه، انت اكيد ما اكلتش من الصبح، ممكن قبل ما تطلع على المحور تقف اي حته نتغدى. انا هقف بس الواجب ده عليا والله العظيم. لا يا كابتن هاني مش هينفع، ده جزء من اتفاق الشغل. اتفضل. ممكن حاجة على ذوق حضرتك؟ ده ايه تاكل ازاي؟ الحقيقة حضرتك النهاردة وريتيني حاجات عمري ما شفتها في حياتي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو ليه حضرتك بتعملي كل حاجه لوحدك؟ مالكيش خلان، عمام، فين اهلك؟ بصوا الموضوع يكون صعب ان انت تفهمه، بس انا هشرحه لك. انا بابا انجيلي وماما كانت ارثوذكس. يعني بابا مش مسيحي؟ لا مسيحي، بس الارثوذكس بيعتبروه زي ما انت ما بتقول كده. سنه وشيعه يعني؟ ايوه سنه وشيعه. أهل ماما قطعوها من ساعة ما اتجوزت، ما عدا جدتي كانت دايما بتتصل بيها وبتسأل علينا في السر، لحد ما ماما ماتت وبعديها على طول جدتي كمان ماتت، وتقريبا من ساعتها أهل ماما ما يعرفوش عننا أي حاجة. طب وأهل باباكي؟ كلهم عايشين في استراليا إلا بابا، كان مصر يكمل في مصر، كان بيحبها قوي. ثانية واحدة، رايح بس طب استأذن حضرتك اصلي العصر بس وعلى طول. أنا رانيا يوسف بنت الأستاذ يوسف جبران اللي في الآي سي يو. هو يا ترى أستاذة رانيا، كويس جدا إن حضرتك اتصلتي، أنا لسه كنت هكلمك. تمام. طيب حضرتك معاكي نمرتي بقى لو احتاجتي أي حاجة، ويعني اسمحي لي بالليل شوية كده أتصل أطمن لو أقدر أساعد بحاجة يعني. طبعا. بس ده كتير قوي. لا خالص، وشكرا جدا على مساعدتك لي.
أشكرك جدا على تعبك معايا طول اليوم ومحاولتك إنك تساعدني طول الوقت. أنا ربنا كان معايا وبابا فايق، وأنا سمعت مكالماتك وعرفت مشكلتك. في الظرف ده الفلوس اللي أنا سحبتها كانت رايحة مع واحد ميت، خليها دلوقتي تساعد واحد عايش. حل مشكلتك وادفع قساطك وما تبيعش عربيتك، ولما ربنا يكرمك في أي وقت بقى ردهم لي. معاك تليفوني وأنا مش مستعجلة، وكفاية عليا إن النهاردة اتعلمت أهم درس في حياتي، وبالتوفيق ليك أنت وفاطمة.